مباراة ديال غدا مباراة مهمة جدا بحكم أن هي المفتاح التأهل للدور الثاني إن شاء الله بإذن الله، وزائد أن المنتخب البنمي ما يجيش باش يخسر، يعني خسر المباراة الأولى ديال المنتخب البرتغالي، عنده غدا مباراة نهائية. إحنا عارفين هادشي والسي هشام كيخدم على هاد الجزئيات، غنحاولوا إن شاء الله باش نفوزوا بمباراة وبأقل الأخطاء ممكنة، إن شاء الله زعما نحاولوا نفوزوا بمباراة وحنا كنوجدوا المنتخب البرتغالي إن شاء الله بإذن الله. وكيف ما تعرف الجميع يعني مباريات ديال كأس العالم كاملة مباريات قوية، لعبنا مع مدرسة آسيوية دابا مدرسة أمريكية لاتينية، يعني مدارس مختلفة، كل ماتش والتدبير ديالو إن شاء الله بإذن الله وما يكون على خير إن شاء الله. صراحة كان واحد شوية ديال زعما ديال كل شيء طالع للدم بحكم أننا خسرنا لاعب مهم اللي هو عثمان الإدريسي، هذا هو العالم ديال الرياضة، يعني خصك تسنى اي حاجه. احنا متاسفين انه ما يكملش معنا كاس العالم، ان شاء الله نحاولوا بمرحله، احنا عندنا الثقه في اللاعبين اللي حاضرين ان شاء الله باش نفوزوا ضد المنتخب بنما غدا ونريكيبيريو ان شاء الله بوريت في المباراه الثالثه ان شاء الله باذن الله.